اهلا بيكم من جديد وحديث القاهره. طيب خلينا نقول ان احنا معانا النهارده قصص بلا منازع كانت حديث القاهره. في منها قصه مستمره معانا بقالها يومين، النهارده اليوم الثالث، ليها علاقه بجريمه لم نكن نتمنى ان احنا نسمعها. عملت علامات استفهام كتيره جدا عند الناس، وبالتالي كانت حديثنا. الجريمه دي مكانها تحديدا في بورسعيد في منطقه بور فؤاد. حادث غريب هز الرأي العام، مش بس في بورسعيد، في مصر كلها، لأن بنت في سن الشباب 20 سنة تم اتهامها بأنها قتلت والدتها بمساعدة شاب من الجيران عمره 15 سنة. ما نشر حول هذه الواقعة بجد مثار للاستغراب، لأن البنت مخطوبة والشاب اللي كان موجود معاها واشترك معاها في هذه الجريمة أصغر منها ب5 سنين تقريبا. الكلام اللي اتنشر واللي احنا بنقول يا جماعة أرجوكم احنا في انتظار حتى هذه اللحظة بيان النيابة، فتداول المعلومات خلينا حريصين فيه. المكان اللي اتنشر عن شكل العلاقة بين البنت وبين الشخص اللي من جيرانها أو الطفل اللي من جيرانها اللي عمره ما كملش 15 سنة حتى الآن هي محل تحقيق من النيابة علشان تتبين إيه هي الظروف وملابسات هذا الحادث، لأن البنت تم عرضها علشان يتم تحليل اختبار مخدرات ليها، لأن شكلها ووضعها وما نشر حول الوضع النفسي ليها وهي بيتم استجوابها عن إزاي والدتها توفت وإزاي كانت في اللحظات الأخيرة ليها كان مثار للاستغراب. البنت في منتهى الهدوء، ده وفق التصريحات اللي خارجة من الناس اللي مشاركة. طيب الواقع كان إيه؟ وإيه هو الحد دلوقتي؟ ما جاء في تحقيقات النيابة حتى هذه اللحظة؟ خلينا نتبين من على أرض الواقع. معنا زميلتنا الصحفية الأستاذة هبة صبيح، مدير في مكتب الوطن في بور سعيد، وهي موجودة معنا علشان تقول لنا آخر التطورات في هذه القضية. أهلا بيكي معنا هبة. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني هي واقعة حادثة أرجاء بور سعيد، يعني أنا بس بأكد يعني، وحتى الآن في كل حديث القاهرة يا أستاذة هبة، يعني حتى الآن كل القاهرة بتسأل ومصر المحروسة إيه اللي بيحصل في بورسعيد، وهل هذه الحادثة حقيقية بجد زي ما بنقرأ في الصحافة ولا إيه؟ إدينا الواقع من عندك. هو الواقع إن هي الحالة دلوقتي حقيقية، إن كمان النهاردة التحقيقات النيابة، خليني أقول لك بقى من آخر القصة، نبدأ من آخرها. أرجوك. إن الولد قال إن هي الأم كانت منع علاقة الحب، هو بيحب البنت دي وعايزه تجوزها لواحد بيقول ان هو يعني بيسخر منه، يعني بلاش نقول قال ايه عليه، وانا بحبها وهي بتحبني. طيب يعني حضرتك بتقولي اصغر منها، وارد ان يكون اصغر منها في السن، بس ده عامل كمامه يعني، وشكله طبعا يعني ومش شكله كمان، سمعته في وسط الناس، انت يعني بصيتي له من انهي ناحيه؟ ده انا عايزه افهم. فطبعا وفي نفس الوقت خلاص انت بصيتي له وحبيتيه، تقتلي مامتك؟ انا عن نفسي اتخيلها، وحتى النيابه يعني بياخدوا منهم يعني تصريحاتهم قدام النيابه هم هاديين جدا. انا مش عارفه هل الناس دي محتاجين فعلا حد نفسي يفهمنا الوضع ايه، وهل دول شياطين في صوره انسان ولا وضعهم ايه بالظبط؟ طبعا النيابه النهارده اثبتت ان هي الطبيب الشرعي قال ان هي مش عذراء. طبعا علاقه هي الام كمان واضح ان هي دخلت لقيتهم في العلاقه الحميميه، فطبعا يعني ما كانت وضع، وممكن يكونوا لسه بقى الطب الشرعي هنشوف ان دول كانوا تحت تاثير مخدر او لا، بس ما اعتقدش يعني ان هو كان تحت تاثير المخدر. حاجه كمان ان يعني البنت ادت للولد السكينه علشان يقتل مامتها يذبحها، وهي اللي ادت له السكينه وكبت عليها ميه مغليه. انا طب يعني استاذه هبه، دي هي الكلام اللي جه حتى الان في تحقيقات النيابه وفق وفق متابعتك للموضوع، وده الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يا استاذه هبه؟ ايوه. الكلام اللي حضرتك بتقوليه هو اللي بيدور في شوارع بورسعيد حتى الان من اسئله واستفسارات، لان الحادثه غير يعني غير منطقيه بالنسبه للناس وفيها اسئله كتير. طب هو السؤال، هل يعني على ارض الواقع جنازه الام تمت ولا لا؟ يعني هل تم الدفن ولا لا؟ الوضع على الارض ايه؟ الارض طبعا هو تم الدفن بالنسبه للام،
لكن هو الأب مش موجود في الشقة، ساب الشقة. الأب تاجر مش متحمل الوضع، يعني حتى فيه ناس جم لموا له حاجته، ده أرض الواقع. وطبعا يعني المنطقة هناك مش طايقة القاتل ولا أهل القاتل يعني. إنما طبعا احنا منتظرين يعني النيابة بقى، في تفاصيل أكيد لسه ما قالتهاش علشان سرية التحقيقات، التحقيق. واكيد هيصدر بيان يا استاذه هبه، واحنا في انتظاره. لكن بما ان حضرتك من اهل بورسعيد ومدير مكتب الوطن هناك، السؤال، العيله دي فيها ابناء اخر غير البنت؟ يعني في حد تاني غير البنت؟ كم ولد وكم بنت؟ وايه كان شكل تواجدهم، يعني علاقتهم بالجيران، الناس بتقول عليهم ايه كعيله؟ طيب خلينا اوضح لك. طبعا الام مجتهده بتشتغل علشان تصرف، تساعد جوزها علشان تتجوز بنتها وتخليها يعني مش محتاجة حاجة. فحتى يمكن كان فيه القراصة اللي هي كان فيها الحاجات، المديونات اللي على الأم علشان جهاز لبنتها، مديونات قد كده عشان تشتري تجهزها، وكاتبه لها بوست من فترة. المهم هو الأم طبعا عندها 3 أبناء، هي الكبيرة دي نورهان، وفي الأصغر منها عنده 16 سنة، وفي اللي هو عنده 10 سنين، ده لاعب اللي هو في نادي المريخ. هي طبعا الام والاب بيشتغلوا، وحتى الابن اللي هو احمد الصغير اللي عفوا اللي هو الوسطي بيشتغل برضو ايه مع الدراسه، يعني عيله ايه مكافحة. يعني مكافحه، وعيله متوسطه، مش فقيره او حاجه، متوسطه ماديا يعني. طب وعلاقه المتهم الثاني بالعيله؟ هو طبعا تودد لاحمد اللي هو الابن الاوسط علشان يقرب من البنت دي. خليني برضه اقول ان انا كنت يعني حاولت، انا عايزه اوصل للشخصيه دي ازاي وصلت لكده. تواصلت مع اهلها، مع اصحابها في الكليه، اكتشفت ان هي مخبيه على مامتها ان هي سقطت في سنه ثانيه في كليه اداب بقسم لغه عربيه. وبتقول مامتها لا انا نجحت وجايبه تقدير كمان. وطبعا هي بتدي دروس للي هم عارفه الطلبه في الكليه بيدوا دروس. ففي كمان يعني زملائها قالوا كلام انا مش عارفه بقى ينفع يتقال ولا لا، انه لا اذا كان بيجرح في الشخصيه او ليه علاقه بالسيره والشرف، احنا خلينا ننقب نفسنا عنه. ده كمية المعلومات اللي انت بتجمعيها دي علشان توصلي لايه يا استاذه هبه؟ انا عايزه اوصل الشخصيه دي ازاي؟ يعني هم قالوا، خليني حتى بلاش نجرح الشخصيه، لكن هم قالوا ان هي كانت بتقول من ضمن الكلام انا عايزه اركب الترند. يعني دي من ضمن الحاجات، وبتقول لهم ان ده في التحقيقات ولا مع اصحابها؟ لا مع اصحابها، وبتقول لهم كمان ان انا عايزه ابقى يعني هي مثلا في دايما بتقول ان في معجبين ليا كتير. ممكن تكون بنت مهتمه، يعني بتحس ان الناس معجبه بيها والكلام ده، فبتقول لهم ده معجب بيا وده بيحبني وده وده. فالمهم بتقول لهم، فبيقولوا لها طب خلي بالك يعني ايه، احذري لا تبقي نيره. قالت لهم انا بكره هبقى نيره وهركب الترند. فطبعا مع خلاف القصه يعني، بس يعني واضح ان هي كمان من كلام زملائها ان هي مش عايشه الواقع، ان هي وعايشه لنفسها. يعني وعايشه، تقصدي تقولي ان بالمعلومات اللي انت بتحاولي تجمعيها شايفه ان قد يكون هناك خلل ما بسبب حب الشهره او ظهور او غيره. استاذه هبه صبيح، انا يعني بشكرك لدخولك معانا في هذه المداخله، والمعلومات اللي انت اديتيها لنا واللي هي معظمها بيدور حوالين ما يقال في شوارع بورسعيد عن هذه الحادثه وشكل هذه العائله بينهم. لكن احنا كالعاده هنا كحديث القاهره بننتظر بيان النيابه بعد انتهاء التحقيقات، او حتى واذا كانت التحقيقات مستمره كما تعودنا منها مؤخرا. القضايا اللي بتشغل الناس وتكون حديث القاهره هي بتكون سباقه باصدار بيانات. ارجو الا يتاخر هذا البيان علشان كلام الناس.